جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: أبناء أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ماتوا وهم صغار كيف يكون حكمهم يوم القيامة؟ هل يلحقون بآبائهم وأمهاتهم أم ماذا؟ بارك الله فيكم. أما حكمهم في الدنيا فيتبعون آبائهم، ما يدفنون في مقابر المسلمين ولا صلى عليهم، ولا حكمهم حكم آبائهم كفار. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء فيهم، قيل إنهم يرسلوا إليهم رسول يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن لم يطعه دخل النار. نعم.